تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة أسيوط أعمالها ضمن مبادرة 100 يوم صحة، وقد انطلقت أكثر من 43 فرقة طبية لتقديم خدمات الكشف الطبي لأهالي القرى والنجوع في مراكز المحافظة من خلال العيادات والمعامل المتنقلة، حيث تجري الفرق فحصا كاملا للأهالي. سيارات قوافل منطلقة في أماكن كثيرة على مستوى المحافظة، الأماكن المزدحمة، الأماكن اللي فيها تجمعات، النوادي، الكنائس، الجوامع، المصالح الحكومية، البنوك، كل ده هيتم استهدافه، وهنحاول ندعو ونعمل دعاية لهذه المبادرة عشان كل الناس تقدر تشارك فيها. المستفاد منها ايه؟ الاستفاد منها هو الوقاية. مبادرة 100 يوم صحة هي بدأت من يوم 25 يونيو ومستمرين لمدة 100 يوم لغاية أكتوبر. المبادرة بتشمل كل المبادرات الرئيسية اللي قبل كده، اللي هي الأمراض المزمنة، الاعتلال الكلوي، صحة المرأة، الأورام السرطانية. كل المبادرات دلوقتي بنعمل توعية وتواصل مجتمعي، بيعمل تثقيف للناس إن هم يقبلوا على المبادرة ويطمنوا عن نفسهم.